السلام عليكم ومرحبا بكم مع فيديو جديد. كيف ما كتعرفوا الصلصة الحارة أو الهريسة كتكون حاضرة دائما في المائدة المغربية وتحضر بعدة طرق، منها الطريقة اللي غنشارك معكم اليوم. سهلة جدا وناجحة 100%. لهذه الوصفة نحتاج لنصف كيلو من الفلفل الحار، وحبتين من الفلفل الأحمر الحلو مغسولين ومنظفين. أولا نقوم بإزالة البذور واللب الأبيض. بعد ما نضفنا الفلفل الأحمر يقطع إلى قطع صغيرة، ونكرر نفس العملية مع الفلفل الحار. بعد ما غلينا الماء في القدر نضيف الفلافل، نصف ليمونة حامضة مصيرة، وعشر فصوص من الثوم وورق الغار. ثم يطهى لعشرين أو ثلاثين دقيقة. بعد ما صفينا نزيل ورق الغار ويوضع في الخلاط، ونضيف إليه التوابل التالية: ملعقة كبيرة تحميرة، كمون، حبوب القزبر يابس مطحون، والملح. كأس كامل من زيت زيتون، ثم تطحن المكونات جيدا. ثم
ثم توضع على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يتبخر الماء تماما. في الأول يكون لون الصلصة فاتح كما ترون، لكن بعد ما يتبخر الماء تعقد الصلصة وتصير خاترة، ترجع للونها الأصلي يعني الأحمر الغامق كما ترون. نصيحة لكم أخواتي، عدم حضور الأطفال الصغار أثناء الطهي لأن الرائحة قوية جدا وحارة. بعد ما حصلنا على هذا القوام، هذا الملمس، نترك الصلصة لتبرد، ثم تعبأ في مرطبانات زجاجية معقمة. نضع عليها قليل من زيت الزيتون، تحفظ في الثلاجة للاستعمال اليومي أو في المجمد لتبقى مدة طويلة. وشكرا لكم، وإلى وصفة قادمة إن شاء الله.